السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم. كما كتشاهدوا اليوم بعد صلاه الجمعه جينا للعروبيه هنا البلديه. كما كتشاهدوا معنا الحمد لله على كل حال ولا حول ولا قوه الا بالله. شاهدوا معي الاخوان اليوم ماشي هذا هو الموضوع اللي بغينا نهضروا فيه. الموضوع هو ديال هذاك الرجل العجوز اللي هو عزوز، الرجل اللي كيسب الله جل وعلا اولا، وكيسب الملك محمد السادس نصره الله، وكيسب المغاربه، وكيسب الاسلام والدين ديالنا ولا حول ولا قوه الا بالله. كنقولوا لهذا الرجل اتق الله في نفسك، احنا المغاربه قادرين على ان اضعفنا يشدك ويقطعك طروفه 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 ويديرك في اكياس ويرميك في المزابل، لكن اتقوا الله فيك. ونصيحتي لك اتق الله في نفسك، إنك لرجل ضال يا أخي، إنك لرجل ضال وتحتاج إلى طبيب نفساني أولا ليعالج حالتك النفسانية، لأنه يظهر عليك بأنك مريض مرض نفساني. تسب الله أولا، وتسب الدين، وتسب الملك محمد السادس، وتسب المغاربة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لسنا بخائفين منك، نعلم بأنك بشر ومثلنا، ونحن في قوتنا وفي كامل قوتنا حتى العقلية، ليس مرضاء كما أنت مريض نفسانيا، ولكن يا أخي لا نجيبك بالكلام الفاجر، الكلام القابح الذي لا يرضى به الله ولا رسوله. نحن نجيبك بالكلام الجميل الذي تطرب به نفسك وتطرب به آذانك. يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واعلم أننا إن شاء الله تعالى إن لم تنتهي من هذه الأقوال ومن هذه هذا الشتم وهذا السب لنا، فإننا يا أخي لو التقينا بك يا أخي لو التقينا بك مباشرة إنه سيمسك منا ما لا يتحمله جسدك الضعيف. وأقول لك آخر نصيحتي هي اتق الله، واعلم أنك ضال وأنك تضل وأنك تضل وأنك رجل جاهل. وإخوتي السلام عليكم، هذا الفيديو أرسله له، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين لما أعود من هذه الرحلة سأجيبه بطريقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.